هو النادي الوحيد الذي لم يبرم صفقات قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية، وهو النادي الوحيد اللي بيغيب عنه 14 لاعب أساسي، وهو النادي الوحيد اللي توقفت المسابقات المحلية قبل بداية البطولة بفترة طويلة جدا، ورغم كل الظروف الصعبة دي إلا إنه ظهر بشكله ومقامه وبحجمه الطبيعي. الكلام عن الأهلي المصري، وخليني زي ما قلت لكم هنتابع طبعا مباراة بالميراس أصعب بكتير من مباراة مونتريال المكسيكي. ليه الكلام ده؟ لأنه طبعا مباراة سيمي فاينل اللي هيفوز بيها ببساطة شديدة جدا ضمن ليه مكان في النهائي، وده حلمنا ذهب أو فضة السنة دي، وبالتالي 90 دقيقة الأولانية اللي بتفصلنا عن نتيجة جديدة لأهلي في كأس العالم هي مواجهة بالميراس، مع الأخذ في الاعتبار مواجهة النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، وبالتالي أعتقد هتكون أصعب بكتير جدا من السنة اللي فاتت. نتمنى إن شاء الله بإذن الله سباعي النادي الأهلي طبعا الموجود مع المنتخب، في 5 منهم حتى اللحظة جاهزين، ونتمنى لهم بإذن الله السلامة. بنتكلم على محمد عبد المنعم، بنتكلم على أيمن أشرف، بنتكلم على السلية وفتحي، وبنتكلم على محمد شريف، طبعا أكرم والشناوي بره الصورة. ولكن في النهاية زي ما قلت لكم الأهلي بيرتب عشان فور انتهاء لعيبة الأهلي من مشاركة مع المنتخب في بطولة أفريقيا يتوجهوا مباشرة لأبو ظبي عشان يلحقوا ببعثة النادي الأهلي، وبإذن الله يكونوا جاهزين لمواجهة بالميراس. زميلنا أمير هشام موجود معانا من أبو ظبي، ينقل لنا الصورة ونقول مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قبل ما ادخل في النهارده وبكره وبعده، وعايز اتكلم معاك شويه على امبارح، اصداء الفوز العالمي اللي حققه النادي الاهلي على مونتريه، ردود الافعال، الجماهير عملت ايه عندكم في ابو ظبي الحقيقه بعد الدور العظيم اللي قاموا بيه في ملعب المباراه؟ هو فعلا زي ما انت بتقول يا احمد، هو فوز عالمي لان انت بتلعب في بطوله عالميه وبظروف كانت صعبه جدا. مش عايز اتكلم في الظروف كتير، احنا انا وانت وكل الناس اتكلموا في الظروف اللي واجهها النادي الاهلي قبل انطلاق هذه البطوله، سواء الظلم وقع عليه من الاتحاد الدولي لكره القدم في موعد البطوله او فيما يتعلق باصابات كتير واجهها الفريق. لكن بما ان سؤالك بيتعلق بمباراه الامس والسعاده البالغه اللي كانت موجوده، يعني كان واضح جدا على جماهير النادي الأهلي سعادتهم بعد ما المباراة انتهت واللعيبة اتحركت في اتجاهها أو في طريق العودة لمقر الإقامة الخاص بها بأبو ظبي. فوجئنا أول ما وصلنا هنا لقينا عدد من الجماهير بهتافات الأهلي المعروفة والمشهورة بتشجيع وتصفيق حار جدا جدا لكل عناصر الفريق، جهاز فني ولاعبين، بفرحة وسعادة على وجوههم بشكل كبير قوي. مش بس كده يا أحمد، ده امبارح يعني، لكن النهارده كمان الصبح والفريق رايح التمرين كان الساعه 12 الظهر، كان في عدد من الجمهور ايضا موجود. يعني هم مستمرين كجمهور، مستمرين شويه في الفرحه، او يعني شايفين ان كانت الظروف صعبه فالفوز كان غالي قوي، فبيعبروا عن سعادتهم الكبيره بالفوز ده. فجم النهارده طبعا ويعني سقفوا للعيبه وقعدوا ينادوا على واحد واحد وقعدوا يقولوا هتافات النادي الاهلي، ويعني بيحلموا بشكل او باخر في الوصول او بالوصول للمباراه النهائيه باذن الله من خلال تخطي عقبه بالميراس، وهو ده الاهم بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين والكل بيفكر في الجزئيه دي. وانا سعيد جدا وكل الناس مبسوطه اكيد بالكلام اللي انت بتقوله، وكل الناس متفهمه جدا ثقافه الاهلي، ثقافه الانتصار وطوي اي صفحه سواء باخفاق او بانتصار والتركيز فيما هو قادم. خلاص كل هنا مركز يا احمد، ازاي نعدي بالميراس، ازاي نوصل لمرحله ما وصلناهاش قبل كده ونوصل لنهائي كاس العالم، عشان باذن الله على اقل تقدير يكون معانا ميداليه فضيه ما جبناهاش قبل كده ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله الكل يكون موفق. طب خليني اسالك يا امير على موقف لعيبه الاهلي الدوليه اللي موجوده مع منتخب مصر، خماسي المنتخب المفترض انه يعني يكونوا موجودين باذن الله معانا ويكونوا جاهزين للمشاركه في ماتش بالميراس. المباراه هتتلعب الساعه 9 بالليل النهارده في الكاميرون بتوقيتنا في ملعب اولمبي. خليني اسالك على التحضير والترتيب اللي بيتم يعني اتخاذه دلوقتي عشان اللعيبه دي تنضم لبعثه النادي الاهلي في ابو ظبي، هل في جديد؟ هل عندك معلومات فيما يتعلق برحله الفريق او الدوليين من الكاميرون للامارات؟
طبعا طبعا يا احمد، احنا متابعين الموقف ده بشكل مكثف جدا، لحظه بلحظه، مجهود عظيم بيقوم بيه مسؤولي النادي الاهلي على مدار الساعات السابقه وعقب انتهاء مباراه الامس مباشره، وهو فيما يتعلق بالتنسيق مع خماسي الاهلي الدولي المتواجد مع منتخبنا الوطني، اللي بنتمنى لهم طبعا التوفيق في مباراه اليوم. يا رب كلنا نفرح النهارده باذن الله، مصر قبل اي شيء، بنعشق مصر، ان شاء الله يفرحونا رجالتنا مع المنتخب. والتنسيق والتحضير بيتم على الطريقه اللي هيرجعوا بيها، لسه ما تمش الاستقرار بالشكل النهائي على الطريقه اللي هيرجعوا بيها هتبقى عامله ازاي، لكن في اتصالات مكثفه، محاولات مكثفه، في محاوله عودتهم في اسرع وقت عشان ينضموا للمجموعه ويتم تحضيرهم لمباراه بالميرس بعد بكره. في الحقيقه المباراه بعد بكره الوقت ضيق، والاهلي لعب امبارح، ففي شغل كتير بيتعمل على المستوى الذهني والنفسي والبدني كمان، وعمليات استشفاء مكثفه بالنسبه للاعبين والمجموعه، بالتالي برضو اللعيبه اللي موجوده مع منتخب مصر اكيد هيكونوا مجهدين، يا رب بس باذن الله ما حدش فيهم يتعرض لاصابه، كل المنتخب كله بس يجيبوا لنا البطوله ان شاء الله باذن الله. فالمحاولات لسه ما تمش الاستقرار على الشكل النهائي اللي هيجوا بيه، لكن محاولات مستمره، الامور ماشيه بشكل جيد، متابعه مكثفه من المسؤولين هنا على البعثه، المهندس خالد مرتجي رئيس بعثه النادي الاهلي بالتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، الاستاذ العمري فاروق، يعني محاولات كتير جدا ومتابعه للموقف. وكان في تاكيد بالمناسبه من الكابتن سعد عبد الحفيظ على عمرو السوليه ومحمد الشناوي ان بعد المباراه مباشره تخلص باذن الله على خير النهارده مع السنغال، التليفونات تتفتح مباشره عشان ننسق بشكل نهائي بالشكل اللي هيرجعوا بيه، وده تاكيد من الكابتن سعد عبد الحفيظ مع لاعبي النادي الاهلي هناك، وده امر مهم. خليني كمان بالمناسبه يا احمد اقول لك ان في اللحظات دي وانا بتكلم معاك موعد العشاء بالنسبه للفرقه كلها، كله نزل ياخد وجبه العشاء الخاصه بيه، وبعد كده كل واحد هيروح لاوضته عشان يتم التحضير بقى لمشاهده مباراه مصر والسنغال. الكل هنا كمان مترقب هذه المباراه، الكل يعني بيدعي لمنتخبنا الوطني، يعني اللعيبه نفسهم. اسمح لي يا امير سؤال اخير سريعا عشان الوقت جداً يا أحمد. عايز اعرف منك اتفضل. بالنسبه لملف الاصابات طبعاً. هل في حاله او اسم من اللعيبه يعني قربت او ممكن تكون موجوده معانا في ماتش بالميراس؟ يعني حسام حسن انت كنت طمنتنا عليه، يمكن في اخر رساله ظهرت معانا فيها كلمنا على ان حسام حالته بتستجيب وبيتطور، هل ممكن حسام حسن يبقى جاهز؟ بيرسي تاو بعيد اعتقد، يعني صعب يخش في الحسابات. ملف الاصابات في حاجه هتتغير قبل ماتش بالميراس ولا لا؟ طيب خليني اقول لك يا احمد، حسام حسن يعني بيتحسن بشكل مميز جدا، لكن هو اوريدي مش موجود في قائمه الاهلي في كاس العالم، تم استبعاده عشان ما كانش هيكون جاهز بنسبه 100% حتى على موعد اخر مباراه للنادي الاهلي في البطوله، فتم تفضيل يعني ان ما يكونش موجود في القائمه عشان ما ياخدش مكانه وهو مش جاهز بنسبه 100%، والاهلي مش هيلاعب حد مش جاهز بنسبه 100%، لكن هو برنامجه العلاجي ماشي بشكل مميز، بيقوم بتدريبات تاهيليه بشكل اكثر من رائع في تدريبات النادي الاهلي، وبالمناسبه النهارده شارك في جزء كبير جدا جدا من المران، او المران كله كمان مش 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 جزء بس. محمد محمود شفي تماما من اصابه العضله الخفيه، بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن هو ايضا مش متواجد في قائمه النادي الاهلي الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه. بيرسي تاو طبعا بعيد خالص، بيرسي تاو موجود هنا مع البعثه عشان يتم متابعه حالته اول باول، بيقوم بعض التدريبات التاهيليه دايما في الجيم، مش بيروح تدريبات النادي الاهلي خالص خالص ولا الملعب التدريب، بيفضل موجود هنا وبيبقى في متابعه لتدريباته في صاله الجيم عشان يبقى واقفين على حالته لحظه بلحظه، لان هو عنصر مهم هنحتاجه فيما بعد كاس العالم باذن الله. ده فيما يتعلق بالاصابات، يعني نتمنى كمان بتوع منتخب مصر ان شاء الله اللعيبه الدوليه تيجوا او يجوا وهم سلام 100% عشان يكونوا داعم قوي لقائمه الاهلي في كاس العالم باذن الله. يعني امير بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لرجالتنا، هنتابع معاك يوم ويوم بلحظه بلحظه طبعا استعدادات الاهلي لمواجهه بالميراس، المباراه المنتظره بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه بما انه الاهلي بيمثل مصر، وجماهير الكره الافريقيه بما انه الاهلي بيمثل افريقيا، وان شاء الله باذن الله تكون فرحه مزدوجه بتتويج المنتخب النهارده ببطوله امم افريقيا النجمه الثامنه ان شاء الله، والاهلي ان شاء الله بوصوله للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله قادرين نوصل ونلاعب اعتقد تشيلسي يعني.